عليكم الناس الكل، معكم اليوم احمد كابو كالعاده في فيديو جديد. واليوم نتقابلوا في الابيزود 0 من اكثر سيري تستناو فيها، اللي هي سيري اربح الكابو، اللي بالكونسيبت نتاعها ان باش نلعبوا فيفا. انت اللي تفرج باش تحب تلعب كونتري فيفا، تلعب لي ماتش، اذا كان تربحني تاخذ 30 دينار في سيت جيم مانيا. سيت جيم مانيا هو سيت يبيع لي جو فيديو PSN, Xbox و PC، وحتى إذا كان حاجة مش ديسبونيبل في السيت متاحهم تنجم تكلمهم في الباج ويعطي وقت معناتها أي جو تحب عليه ولا أي حاجة تحب عليه ينجموا يشريوها لك، وبعد تتفاهموا على السوم وتخلصوهم بار بوست بار دينار. عندهم برشا ميثود تاع بيمو. المهم they were kind enough باش عملونا سبونسورينغ للسيري متاعنا، وإذا كان باش تربحني باش تاخذ 30 دينار في السيت متاحهم تنجم تشري بهم أي حاجة عندهم هما. دونك هكا الكونسيبت، تلعب لي ماتش تربحني تاخذ 30 دينار، سهلة برشا. تحب تسجل في القرعة معنا باش انا نعمل قرعة معنا باش يلعب ضدي باش نختاركم. الحكاية بسيطة برشا، تمشي اللوطة في الديسكريبسيون تلقى بوست معنا في بروفيلي، البوست هكية تبرتاجيها وتعمل هاشتاج اربح الكابو وتعمل PSN متاعك. حكاية بسيطة برشا، تعمل هاشتاج اربح الكابو والPSN متاعك، ومن بعد انا باش نحكي معك ونأخذ سكايب متاعك والPSN متاعك واتسيترا، وباش تلعب لي ماتش وباش تتعدى في واحدة من الابيزودات متاع السيري هذه. دونك ان شاء الله عجبكم الفيديو وان شاء الله عجبكم الكونسيبت متاعها. اذا كان عجبتكم حطونا لايك وقولونا رايكم فيها في الكومنتار. اذا كان عندكم فازيت هكا تحبوا تعرفهم في السيري اكهو. دونك ان شاء الله نتقابلوا المرة الجاية في الابيزود 1، وان شاء الله نراكم المرة الجاية. ياب، مرة الجاية تشاو.